طب يعني وصفتم ما يحدث في سوريا بالحريق السوري وأنه حرصنا أن لا يمتد هذا الحريق إلى الداخل صحيح. اللبناني، لكن في نفس الوقت وفي ظل الارتباط الذي ذكرتموه ما بين حزب الله وما بين إيران سياسيا وغير سياسيا، وفي ظل وجود سلاح حزب الله في الداخل زي ما هو موجود في الخارج، موجود في سوريا، موجود في اليمن، موجود في العراق إلى آخره، ألا تشكل كل هذه المعادلة عائق ضخم أمام الاستقرار السياسي اللبناني؟ تهديد إلى حد التهديد. إلى حد بالعكس هو تهديد، ولكن في قرار بتجميد هذه الخلافات. هل الكل يلتزم بقرار تجميد؟ إلى حد كبير نعم، بالسنوات الثلاث الأخيرة نعم، يعني بالحكومة السابقة مرينا بفترة طويلة من استقرار السياسي على قاعدة ربط النزاع، وهو تعبير قانوني بعتقد بيستعملوه المحامين بين اثنين مختلفين على قضايا ومتفقين على قضايا، فبيقولوا احنا عملنا ربط نزاع على القضايا المختلفين عليها ونشتغل في القضايا اللي متفاهمين عليها. هذا عمليا اللي عم بيصير الان. لا، في قرار من الجميع ومن القوى الاقليميه بأنه يستمر لبنان، والدولية أيضا أنه يستمر لبنان بحالة الهدوء والاستقرار العالي الذي نعيشه الآن، لأنه كمان في سبب غير معلن، يعني في سببين ما بينحكى فيهم. السبب الأول أنه مثل ما سموه بالحروب الإسلامية الأولى، لبنان دار إمداد مش دار حرب، وبالتالي فيها كل التسهيلات اللي بتسمح بأن تخدم وجود حزب الله أو الوجود الإيراني في سوريا. معنى دولة هادئة فيها مرفأ، فيها مطار، فيها مصرف، فيها طريق برية وحيدة مفتوحة، فيها إعلام، فيها منابر، فهذا كله ممكن يستفيدوا منه وبذات الوقت يستمروا بالحرب بسوريا. السبب الثاني الدولي بيتعلق بأنه نحن عنا 1.5 مليون نازح سوري، وبالتالي ما حدا مستعد يغامر بخلق اضطرابات أمنية بلبنان تجعل اللاجئين السوريين يتجهون نحو الذهاب إلى أوروبا أو إلى أي مكان ولو انتحارا، يعني لو غرقوا في البحر، وهذا حدث عشرات المرات. فالأوروبيين طبعا مش عاوزين مزيد من النازحين السوريين إلا بقرارهم، مش أنه تجيهم دفعات، فحريصين أنه يبقوا الناس على ما هم عليه إلى أن تظهر نتائج يعني الوضع بالمنطقة والوضع بسوريا